ضمن انطلاقات هذه الأمسية الجميلة والرائعة، ضمن انطلاقات أيضا سن اللقايا شوطنا الحادي عشر، والخاص أيضا بهذه الانطلاقة المميزة. وهنا أيضا الجعدان المحليات الأصايل، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين هنا من خلال هذه الاندفاعات ومن خلال هذه التحديات. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة الأولى، نتعرف على زعفران ياتي مبارك بن يوعان بن قطامي العامري، من يقدم لنا هذا الاسم، بينما الوسمي لخليفة بن محمد بن خليفة بن محمد الغفلي ياتي على ثاني المراكز، النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، الوصول من ملهم محمد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي وصل وخذ المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما اللي خذ المركز الرابع وصل بهذه اللحظات اللي هو زعفران في رابع المراكز، كان في المركز الاول او هذا زعفران لعبيد بن حمد بن عصان شعار راعي عطوه، وصل في هذه اللحظات. مرحبا ببو محمد بهذا الحضور وهذه المشاركه القادم من ميدان الخزنه، عبيد بن حمد بن عصان شاعرنا القدير من يقدم هذه الانطلاقه مع زعفران، بينما اللي في المركز الخامس وصل في هذه اللحظات اللي وصل هناك الباسل منصور بن علي بالخصم الاكتبي وصل ليقدم لنا هذا الاسم، الدخول الوصول الله هذا منصف احمد بن مسري بن سالم بالعرطي، وصل منصف بدأ يتقدم من خلال هذه المنافسة وهذه التحديات المثيرة. الوصول الاخر ايضا وصل على المركز السابع، المركز السابع هناك شاهين ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي سابع المراكز، المركز الثامن، المركز الثامن هناك الوصول والدخول في ثامن المراكز، ياتي هذا الشعار شعار مرغم ليتقدم من خلال هذا التواجد ومن خلال هذه التحديات. هنا الوصول، هنا الدخول ايضا من خلال تواجد العاصي عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. هنا التحديات من خلال هذا الاسم وصل ثابت ليتقدم، هناك راشد بن محمد بن راشد بن غدير يصل مع ثابت، والوصول من ايضا عياي خلف بن مبارك بالجافلة الحميري. هذه النتيجة، هذا ندان الاول، ولكن الدخول من مشغل محنى بن حمد بن مية العفاري. هذه نتيجتنا، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى المنافسة، عودة الى الصدارة الاولى، نروح الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هناك ايضا المختبر صالح بن حمد بن حمدان الوهيبي يقدم لنا المختبر، يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل مع المختبر. بدأ أيضا يأتي القادم من ميدان الدريز بالسلطنة، يقدم المهندس أحمود بن حمد أيضا بن حمدان الوهيبي يتابع في هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني هناك شاهين ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي أيضا قادم من ميدان الدريز. المركز الثالث وصل في ثالث المراكز ليقدم لنا منصور ايضا، هناك بالعلي بالخصم الاكتبي وصل، بدا ايضا يقدم الباسل، الباسل الباسل غير الباسل وصل، ولكن هنا الدخول ايضا الوصول من العاصي عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، هذا المركز الرابع، المركز الخامس، من القادم، من الوصول، من منصف، من منصف وصل شعار احمد بن مسري بالعرطي الحميري يقدم لنا هذه الانطلاقه، بينما الدخول من معزز سعيد بن هلال بن سالمين الخيالي وصل الخيالي ليتقدم مع هذا الاسم ليقدم لنا هذه الانطلاقه المميزه من خلال
هذه الاندفاعات، شوف الوصول، شوف الدخول من ملبي راشد بن حمد بن مبارك المهيري، وصل في هذه اللحظات يقدم لنا اسم ملبي، بينما نبث في ثامن المراكز عبد الله بن حمد بن ميه العفاري، والمركز التاسع، المركز التاسع القادم شعار الغويص ليقدم لنا هذا الاسم على تاسع المراكز. المركز العاشر هناك ايضا شعار بن دحروي، هكذا النتيجة 1200 هنا تحلو المنافسة، ولكن المختبر على الصدارة، المختبر على المركز الاول، ياتي ايضا صالح بن حمد بن حمدان الوهيبي، والدخول الوصول ايضا المنافسة، وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا العاصي عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، غير الصدارة العاصي، راح العاصي مع المركز الاول، غادر الجميع العاصي، المركز الثاني اللي وصل معزز سعيد بن هلال بن سالمين الخيالي، المركز الرابع، المركز الثالث هناك وصل ايضا اداعي لمايد بن راشد من خميس الغويص، اداعي، ولكن الدخول الوصول من الاسد محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، وصل ولكن شوفوا الاسماء، غادر الجميع هناك الى المملكة مع العاصي عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. سلام الى المملكة سلام على هذا الاداء المميز والتحدي المثير والاقلاع في الامتار الاخيرة. عصى المركز الاول العاصي عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، تانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني وصل العابر مبارك بن منيف بن مطر المنصوري، المركز الثالث مكلف مبارك بن احمد بن محمد المهيري، المركز الرابع وصل فيه معزز سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي، خامسا الاسد محمد بن سالم بن تعلوب الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. نعود بالتوقيت الزمني ايها المتابعون هنا ناخذ توقيت العاصي، حيث قطع مسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك العاصي عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. المركز الثاني من وصل فيه العابر مبارك بن منيف بن مطر المنصوري، شكرا احمد بن مبارك بن منيف المنصوري، من قدم ب 7 دقائق 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصل في ثالث المراكز، هناك مشاهدين الاعزاء مكلف مبارك بن احمد بن محمد المهيري، حيث كلف بهذه المهمة بايضا 7 دقائق 28 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.